مختارات من كتاب مكتوب لباولو كويلو. يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. قال فارس لصاحبه: هيا بنا نخرج إلى الجبال حيث يقيم الله، أريد أن أثبت لك أن كل ما يفعله هو أنه يأمرنا فنطيع، بينما لا يفعل شيئا لكي يريحنا من عنائنا. قال صاحبه: أما أنا فسأخرج إلى الجبال لكي أقوي إيماني. وعندما وصلا إلى قمة الجبل ليلا سمعا صوتا في الظلام: حملا فرسيكما من الأحجار الموجودة على الأرض. قال الأول: ألم أقل لك؟ أهو بعد مكابدة الصعود يطلب منا أن نحمل أحجارا، لن أطيعه. أما الثاني ففعل كما أمره الصوت. وعندما عادا إلى سفح الجبل كانت أشعة شمس الصبح الأولى تلمع على الأحجار التي حملها الفارس الأول. كانت الأحجار من أرقى أنواع الماس. يقول المعلم: قد تكون إرادة الله أحيانا غامضة، ولكنها دائما لمصلحتك. كان المستكشف الأبيض يريد أن يصل إلى مقصده في وسط أفريقيا. وعد حامليه بمضاعفة الأجر لهم إنهم أسرعوا به. على مدى أيام كان حاملوه يجرون به بأقصى ما يستطيعون من سرعة، إلا أنهم ذات مساء قرروا أن يضعوا حملهم وجلسوا على الأرض رافضين أن يتحركوا خطوة واحدة رغم وعده بجزيل العطاء. عندما سألهم عن السبب قالوا: لقد كنا نجري بسرعة لدرجة أننا لم نكن ندري ماذا نفعل، والآن علينا أن ننتظر قليلا حتى تلحق بنا أرواحنا. يقول المعلم: استمتع بكل ما أنعم به الله عليك اليوم، نعم الله لا يمكن توفيرها. ليس هناك بنك يستثمر لك النعم لكي تستخدمها وقت الحاجة. هيا قبل أن تضيع منك إلى الأبد. الله يعرف إننا مبدعون في حياتنا. ذات يوم يعطينا الطين لنصنع التماثيل، ويعطينا القماش والفرشاة في يوم آخر، لكننا لا نستطيع أن نستخدم الطين على القماش ولا الأقلام لصناعة التماثيل. لكل يوم معجزته. تقبل نعمة الله، أنجز عملك الفني اليوم، غدا يهبك الله نعمة أخرى. كان بوذا جالسا وسط تلاميذه ذات صباح عندما اقترب رجل منهم ليسأل: هل الله موجود؟ قال بوذا: نعم الله موجود. بعد الغداء جاء آخر ليسأل: هل الله موجود؟ قال بوذا: لا الله ليس له وجود. وفي آخر النهار جاء ثالث ليسأل السؤال نفسه، فقال له بوذا: أنت أدرى بذلك. قال تلميذ: غريب أمرك يا سيدي، لقد أعطيتهم ثلاث إجابات مختلفة عن السؤال نفسه. وقال تلميذ مستنير: لأنهم ثلاثة أشخاص مختلفين، لكل منهم أسلوبه في الاقتراب من الله.
بعضهم مؤمن وبعضهم منكر وبعضهم في شك. كانت حواء تسير في الجنة عندما اقتربت منها الحية لتقول لها: كلي هذه التفاح. رفضت حواء لأنها كانت ممتثلة لأوامر الله. راحت الحية تلح عليها: كلي، ستصبحين أكثر جمالا من أجل زوجك. قالت حواء: لست في حاجة لذلك، إذ ليس لديه غيري وليس هنا سواي. ضحكت الحية: بلى، لديه امرأة أخرى. ولأن حواء لم تصدقها، اصطحبتها الحية إلى قمة تل، حيث كانت توجد بئر. ها هي المرأة الأخرى أمامك في قاع البئر، انظري، لقد خبأها آدم هناك. نظرت حواء فرأت صورة امرأة جميلة، فأكلت التفاحة. يقول المعلم: هناك إلهان، إله علمونا عنه وإله يعلمنا. إله يتكلمون عنه عادة وإله يكلمنا. الإله الذي تعلمنا أن نخافه، والإله الذي يحدثنا عن الرحمة. هناك إلهان: الإله الذي في السماء، والإله الذي يشاركنا حياتنا اليومية. الإله الذي يأمر وينهى ويطلب منا ويثقل علينا، والإله الذي يعفو عن ذنوبنا ويغفر لنا شكوكنا. الإله الذي يهددنا بالويل والثبور والجحيم، والإله الذي يهدينا إلى الطريق المستقيم. الإله الذي يسحقنا تحت خطايانا، وذلك الإله الذي يحررنا بحبه. كان المعلم وتلاميذه مسافرين عندما نفذ منهم الطعام في الطريق. طلب المعلم من بعضهم أن يذهب ليحضر طعاما، فعادوا في آخر اليوم ومع كل منهم ما استطاع أن يجمعه من إحسان الآخرين. كان هناك فاكهة معطوبة، وخبز يابس، ونبيذ قارب على الفساد. كان بين التلاميذ من جاء بتفاح ناضج وهو يقول: لقد فعلت المستحيل لكي أساعد معلمي وزملائي. قال وهو يقتسم التفاح معهم. قال المعلم: ومن أين لك هذا التفاح؟ قال التلميذ: سرقته مضطرا، لأن الناس كانوا يعطونني طعاما فاسدا، بالرغم من أنهم يعرفون أننا هنا لنشر كلمة الله. قال المعلم: اذهب بتفاحك ولا تعد، إن من يسرق من أجلي سيسرق مني. اصطحب رجل صديقه حسن إلى باب مسجد، حيث يقف شحاذ أعمى. قال الرجل: هذا الأعمى هو أحكم من في القرية. سأل حسن الرجل الأعمى: منذ متى وأنت هكذا؟ قال الأعمى: منذ ولدت. قال حسن: لكن كيف أصبحت حكيما؟ قال: منذ رفضت العمى وحاولت أن أكون فلكيا، وحيث إنني لا أستطيع أن أرى السماء، كان علي أن أتخيل النجوم والشمس والمجرات، وكلما كنت أقترب من صنع الله كنت أقترب من كلمته.